السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواي وردتني أسئلة بخصوص الانسيرتينيتي أناليسيس، تحليل الحساسية المن أو تحليل عدم اليقين العفو للنتائج اللي هي السيموليتد والأوبزرفيد اللي نستخرجها من السوات كاب. احنا مو عندنا لازم تكون ضمن الباوندر اللي هو خاص بال 95، يعني نسبة كبيرسنت 95 أو انسيرتينيتي للبردكشن. نجي شلون نبين هذا الايرور؟ هو انسالت قالوا انه انا عندي اوبزرفيد وسيموليتد، شلون ابين الايرور بيناتهم؟ انت مو عندك نتائج الكالبريشن على حد او الفاليديشن. اكيد بالكالبريشن شنو عندك؟ عندك اوبزرفيد سيموليتد، تروح للاوبزرفيد تطلع له قيمه افريج، والسيموليتد تطلع افريج. هنا مثل ما تلاحظ هاي اخر شيء، تجي السيموليتد والاوبزرفيد تطلع لها الايرور. شلون الايرور؟ تقول الايرور شو يساوي لك؟ يساوي لك 514 ناقص 423 على 514 في 100% يطلع لك الايرور. فهاي هنا اذا احد يسالني الايرور شلون دا يطلع، شوف من دا اقول لك انا الافرج انوال كان 423 والثاني شقد كان 415، نسبه الايرور من اقول 18% شلون طلعتها؟ بهذه الطريقه. شنو هي الطريقة؟ 423 ناقص 415 على 415 طلعت الايرور لور ذان. فإذا السيموليتد كان أقل من الأوبزرفيت، كذلك للفاليديشن هم تطلع أفرج السنوي للأوبزرفيت وأفرج السنوي للسيموليتد وتطلع الايرور بيناتهم. طلع لها الثاني سالب 14.4%. سيقول أحد ليش؟ لأن هنا مجرد غيرت انطيت الأوبزرفيت بالبداية ولا سيموليتد أفرج أنوال، ايش قد كانت قيمة الاوبزرفر، ايش قد كانت قيمة الانوال. فهذا يدل على انهم اندر استيميت، فحبيت انه انوه عليهم لانه بالبحوث ضروري انت تكتب حتى تحدد انه هي تبقى ضمن الباوندري او لا، وترفق اكيد الرسم الخاص بيك اللي يبين هذه التحليل. لكن انت تحتاج تعرف الايرور، معدل الايرور الكامل لفترة الكالبريشن، وتحديد الايرور الكامل لمعدل الفاليديشن حتى تخليه ضمن تحليل عدم اليقين للبيس سيموليشن بين الفاليديشن والكالبريشن، بين العفو يعني السيموليتد والاوبزرفيد لكل الفترتين. فعن طريق هذه الطريقه انا اقدر احدد وابينه بالرسم. لكن اذا انت لاحظت انه قيمك للاوبزرفيد والسيموليتد بقت ضمن الباوندري مال ال 95 او يعني مال البرودكشن انسيرتينيتي، فخلص معناها انه انت النسب مالتك مقبوله. واذا احد يريد يعرف تروح ضروري تقرا الفلسفه الخاصه بالموضوع، انا حتى بينتها وشرحتها لكم مسبقا، قلت لكم شنو معناها الانسيرتينيتي برودكشن، شو يقصد بها. تروح ترجع للمصدر عباس بور راح يفيدك كل هواي شو يقصد لك، يقصد لك بها الانسيرتينيتي باستخدام اي طريقه معايره. احنا هنا استخدمنا طريقه السيكوينشال انسيرتينيتي في تنفيرجن 2. هاي شنو شنطيك؟ ينطيك يعني انديفيكيشن عن الموديل، انه هل الموديل مقبول نتائج مالته بين السيموليتد وهاي، مو ده يحلل لك انسيرتينيتي عامه، لا الانسيرتينيتي خاصه بالموديل نفسه يعني وكانه النتائج. فده يقول لك السورس اسباب الانسيرتينيتي، ترجع اسبابها الكونسبتوال موديل انبوت فاريبل المجر داتا غيرها. فايش قد يقيس لك اياها؟ يقيس لك اياها نسبة 95% بريدكشن انسيرتينيتي 95%، فهو هذا قانون 95% بريدكشن انسيرتينيتي موديل اوتبوت. فهذا الشيء يقصد بها مو سنجل فاليو هاي القيمة، وانما دبل، لان هي تعبر عن رينج تشمل لك اثنين، البي فاليو والار فاكتر او البي فاكتر والار فاكتر. فحتى انه انت تعرف البيرسنتج مالتك للبي فاكتور وار فاكتور يمثل لك ثيكنس، دائما هاي تمثيلها ثيكنس. وعلمتكم شلون ترسموها، سويت لكم فيديو اسمه هاو تو درو البريدكشن انسيرتينيتي اللي هو نسبته 95% شلون انت ترسمه. فكمثال ايديالي دائما ايش ياخذون كقيمه للدسشارج البي فاليو، ولها قيمه البي فاكتور لازم اكبر يعني حتى النتائج تكون مالتك صحيحه أكبر من 0.7، والآر فاكتر حول الواحد أيا كانت قيمته. وأكيد حسب الطريقة اللي أنت أكيد معتمدها. فهاي هي طريقة إخراج النتائج حتى أنا أبين الإرر. يعني أنت صح راح ترفق الرسم اللي هو يوضح، لكن أنت ضروري تبين نسبة الإرر بين السيموليتد والأوبزرفيت. فهي هاي الطريقة اللي علمتك بيها، تروح تحسب الأفرج
تطلع الايرور بهذه الطريقه اللي هو هذا ناقص هذا على الاوبزرفيت، وكذلك بالنسبه للفاليديشن. اتمنى يكون هذا الفيديو يفيدكم ايضا ضمن سلسله اخراج النتائج الخاصه بالسوات كام. اذا عندك اي سؤال واستفسار ضمن هذا الموضوع تقدر تراسلني. لا تنسون تدعون زملائكم الباحثين. نلتقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى ومن هذه السلسله. دمتم بامان الله وحفظه.